قضت محكمة إندونيسية بإعدام رجل متشدد على صلة بتنظيم داعش لضلوعه وراء سلسلة هجمات إرهابية بالبلاد. هذا وأدين أمان عبد الرحمن الزعيم الفكري لجماعة ما تسمى بأنصار الدولة، وهي جماعة تضم متعاطفين مع تنظيم داعش، أدين بالتخطيط لهجمات انتحارية وقعت في العاصمة جاكرتا عام 2016 وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص.